معي من عين عيسي عبر سكايب مصطفى بالي، مدير مركز إعلامي في قوات سوريا الديمقراطية. سيد مصطفى، مساء الخير. عملكم عسكري طبعا، ولكن بطبيعة الحال يشكل جزءا موضوع المدنيين. بماذا يتمثل؟ مرحبا بكم بمشاهديكم. أهلا وسهلا. نعم، بالفعل موضوع المدنيين وإجلاء المدنيين في مناطق القتال وخطوط الاشتباك والتماس هي من إحدى أهم المهام العسكرية التي تقع على عاتقنا كقوات عسكرية. لدينا جبهات واسعة في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي. في حملة تحرير مدينة الرقة بالذات لدينا وحدات عسكرية قتالية خاصة تقوم بمهمة التواصل مع المدنيين ومن يمكنه أن يتواصل معنا لجمع المعلومات والبحث سوية عبر عمليات معقدة وعمليات قد تطول لأيام لإجلاء المدنيين. سواء كان هذا الكلام كان ينسحب على الريف، تحرير الريف، والآن ينسحب على المدينة بنفس الدرجة. اليوم بالذات وأنا أتحدث إليكم قبل ساعة من الآن وصلتنا آخر أخبار إجلاء المدنيين من داخل المدينة في حي نزلة شحادة، ونتيجة الاشتباكات التي دارت في هذا الحي على مدى 48 ساعة الماضية كان هناك مجموعة من المدنيين الذين لجأوا داخل تلك الرمايات النارية وداخل تلك الاشتباكات العنيفة، لجأت إلى خنادق ومناطق تمركز قوات سوريا الديمقراطية، وتدخلت وحداتنا الخاصة وحاولت إجلاء هؤلاء المدنيين. يومي بمعنى أريد أن أقول أنه يوميا لدينا وحدات تقوم بعمليات الإجلاء وإيجاد المنافذ والممرات الآمنة لهؤلاء النازحين وتجنيبهم قدر الإمكان من أن يتحولوا إلى عرضة للرمايات ونيران الأسلحة تنظيم داعش الإرهابي. لكن للأسف تحدث هناك حوادث مؤسفة سواء على مستوى المفخخات أو الألغام أو حتى قنص أسلحة تنظيم داعش الإرهابي. عموما أنا أستطيع القول أن قوات سوريا الديمقراطية تقوم بقدر الإمكانات المتاحة بين يديها بمساعدة المدنيين للانتقال من مناطق الاشتباك إلى مناطق أكثر أمنا، وبالتالي تسلم النازحين إلى لجان متخصصة تابعة لمجلس الرقة المدني التي تقوم هي أيضا بدورها بالتعامل مع الوضع والتكفل باحتياجاتهم. نعم. عن أي عدد تقريبا نتحدث ممن لا يزال محاصر؟ المسؤولة الأممية قالت بأنه 20 إلى 50 ألف. حضرتك تقول أنه تم إخراج الناس من حي نزلة شحادة، عن أي عدد أخرج؟ أنا لا أتحدث عن إخراج كامل الناس من حي نزلة شحادة أو كامل الناس من مدينة الرقة، أنا أتحدث عما يحدث معنا بشكل يومي. نعم. يوميا لدينا أعداد معينة لإجلائهم، لكن أعتقد أن الرقم الموجود داخل مدينة الرقة هو أعلى من الرقم الذي ذكرته الممثلة الأممية. لدينا وسائل تواصل وجمع معلومات من المدنيين في الداخل، أيضا هناك طائرات استطلاع تصور يوميا الأوضاع داخل المدينة حسب الحركة داخل الأحياء التي ما زالت تحت سيطرة التنظيم الإرهابي، وحسب المعلومات التي تأتينا من الداخل، وكذلك حسب المعلومات التي نحصل عليها من النازحين حديثا، نعتقد أن العدد أكبر من هذا الرقم بكثير. إلى أين يتجه؟ يعني أبرز المناطق التي ينزح إليها هؤلاء من يتمكن من الخروج؟ عادة الخروج يكون بالتنسيق مع وحداتنا. هذه الوحدات وظيفتها تأمين معابر وممرات آمنة. طبعا هذه المعابر والممرات تتغير حسب طبيعة المعركة وحسب طبيعة العمل المعلوماتي الذي من طبيعته أن لا يكون معبرا ثابتا لكي لا يتحول إلى هدف ثابت للتنظيم الإرهابي. بعد أن يخرج من مناطق الخطر يتم نقلهم إما إلى مخيم الكرامة للنازحين أو مخيم عين عيسى. علينا أن نميز بين المستويين من النزوح. النازحين العابرون هم الذين يبقون يوم أو يومين في المخيم ريثما يتواصلوا مع ذويهم في المدن المحيطة بهذه المنطقة كمدينة كوباني أو تل أبيض أو مدينة منبج أو حتى قمشلي أو حتى حلب. هؤلاء نسميهم النازحون العابرون،
يبقون يوم أو يومين ريثما يتم التواصل مع ذويهم وينتقلوا إلى تلك المدن، أو النازحون المقيمون الذين يتكفل المجلس المدني لمدينة الرقة بإيوائهم والتكافل بحاجياتهم. نعم. أنا أشكرك جزيلا. من عين عيسى سيد مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي بقوات سوريا الديمقراطية.